تمت مداهمة اليوم صباحا أعضاء جمعية دولة الخلافة المحظورة في 6 ولايات اتحادية في ألمانيا. وقالت هيئة التحقيق في ماينز إنه تحت قيادة مكتب الشرطة الجنائية تم تنفيذ 3 أوامر اعتقال و47 أمر تفتيش منذ الساعة 6 صباحا، والمتهمون 41 متهمون بانتهاك الحظر المفروض على هذه الجماعة، حيث يجري التحقيق من قبل مكاتب المدعي العام في كوبلنتس وسيلي وميونخ ومكاتب المدعي العام في دوسلدورف وفرانكفورت أم ماين وكارلس روهي وكولونيا. وبحسب تلفزيون فيلت الألماني نقلا عن وسائل الإعلام، فإن دولة الخلافة التي يقودها ماتين كابلان ومقرها اسطنبول هي جمعية إسلامية، ووفقا للمحققين فإن هدفهم هو إقامة دولة إسلامية مع رفض مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون على أساس القرآن كالدستور والشريعة باعتبارها القانون الوحيد المطبق. ويذكر أن المتهمون 47 هم متهمون بالحفاظ على التماسك التنظيمي لجمعية دولة الخلافة المحظورة كقادة عصابة أو المشاركة فيها كعضو أو بنشر مواد دعائية لهذه الرابطة.